السلام عليكم. اليوم نروح إلى مدينة وهران، وبالضبط في منطقة ما يسمى بالفرونج ماريتيم، بالمكان المقابل لحي العقيد لطفي، لنتعرف على إقامة أوديون. هذه الإقامة الرائعة اللي تعتبر واحدة من أجمل الإقامات السكنية في مدينة وهران، واللي كذلك من أطولها، حيث فيها طول 108 أمتار وحوالي 8 إلى 29 طابق، واللي درنا في يعني في القناة هذه تاعي درنا عدة فيديوهات على في مراحل مختلفة أثناء عملية الإنشاء نتاع هذه الإقامة هذه، والآن انتهت الأشغال بها ونشوف صور رائعة لهذه الإقامة. إذن جميلة جدا في مدينة وهران، واللي سوف تزين السكاي لاين، ما يسمى بالسكاي لاين، يعني الخط نتاع العمارات على ساحل مدينة وهران أو على الواجهة البحرية لمدينة وهران. أترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع عن هذه البناية الجميلة، والسلام عليكم.